مرحبا، اهلا وسهلا فيكم بالمطبخ اللبناني. اليوم حنعمل نحن وياكم الخبز المحمص بهذا الشكل. انا عندي هون خبزة قطعتها مربعات بهذا الشكل. بلش طوي فيها. انا عندي هون قاصة خبزة رفيعة بلها بالمي على الطرف. وبلفها بهذا الشكل. وهيك بتصير عندي فراشي مثل ما بدي. نقليهم ونزين سفرتنا فيهم. هيك صار عندي الصحن جاهز. هلا حمي الزيت وبلش بالقلي. هلا مثل ما شفتوا انا حميت الزيت، ببلش اليوم. هاي طريقة كتير حلوة بتزيني فيها صحن الفتوش، ولا إذا عندك شوربة كمان، شوربة الصفرة فيك تعوجها، وخصوصي إذا كان عندك ضيوف على الفطور. مثل ما شفتوا هيدا الخبز الفراشات بتقدم، وبيض الوجه. ألف صحة وهنا، وما تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب.